ومشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس، والذي يعقد من الفترة من اليوم وحتى يوم 16 من فبراير تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقام فعاليات المؤتمر بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط، تلبية احتياجات اليوم من الطاقة. أيضا يشارك في المؤتمر عدد من وزراء الطاقة والبترول العرب والأجانب وكبار ممثلي مؤسسات الطاقة الدولية ورؤساء كبرى الشركات العالمية. هذا المؤتمر وهذه النسخة من المؤتمر تأتي في توقيت حيوي لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ. المؤتمر يستعرض جهود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة وقضايا إنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة والتمويل والمناخ. معنا عبر الهاتف للمزيد من المتابعة الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور شريف، مرحبا بك. أهلا بسيادة. الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس، كيف ترى أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت الحيوي الذي يسبق انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27، وكيف تابعت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح؟ بالطبع التوقيت هو غاية في الأهمية. النهاردة بدأت النتائج السلبية للتغيرات المناخية تظهر وتضرب العالم كله. النهاردة في مشاكل حقيقية بنعاني منها كل دول العالم، سواء بالنسبة للتغيرات المناخية، سواء بالنسبة للحصول على الغذاء، سواء بالنسبة لتوفير حتى المياه، مياه الشرب وهكذا. وبالتالي التغيرات المناخية اللي أساسها هو مشاكل الانبعاثات الحرارية من الطاقة التقليدية، الحقيقة أصبحت مشكلة كبيرة جدا ومشكلة خطيرة جدا. يمكن السيد الرئيس كان له السبق في التنبيه لهذا الموضوع عندما رأس الوفد القارة الإفريقية في اتفاقية في مؤتمر المناخ في 2015 في باريس، ونبه لخطورة ما يحدث، وللأسف على أي حاجة. طبعا عندنا النهاردة مصر بتستضيف القمة القادمة للمناخ والتغيرات المناخية إن شاء الله في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وبالتالي زي ما سيادة الرئيس قال في الكلمة الختامية، أنا عايز من حضراتكم تدوني مقترحات توصيات قابلة للتنفيذ على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو استغلال القارة الإفريقية لاحتياطاتها من مصادر الطاقة زي البترول والغاز، لأنه مش معقول بقالنا 100 سنة بنستخدم بترول وغاز وبعدين نيجي نلاقي إن دلوقتي عايزين يحطوا قيود على استخدام البترول غير. النقطة الثانية أن هناك أساليب لازم تكون واضحة ومحددة وذات تكنولوجيا عالية لتقليل من الانبعاثات الحرارية والتقليل من ثاني أكسيد الكربون في الجو، علشان بالنسبة للوقود الأحفوري. الحاجة الثالثة وهو الطاقة الجديدة والمتجددة، يجب أن يكون هناك أيضا خطة واضحة لأن يتم استثمار التكنولوجيات الحديثة في كل دول العالم وفي القارة الإفريقية بوجه الخصوص، لأن القارة الإفريقية وكما ذكر السيد الرئيس أيضا فترة الاستعمار تم استنزاف خيراتها وقدراتها بشكل كبير جدا، وبالتالي فهناك التزام أخلاقي على الدول التي استعمرت هذه القارة لعقود طويلة أن تقوم بدورها في تنمية الدول الإفريقية بالشكل اللي يعطي الحياة الكريمة لأبناء الدول الإفريقية. نعم، هذا المؤتمر بالتأكيد يأتي في إطار الجهود المصرية كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، وأيضا لاستعراض مثل هذه القضايا وقضايا إنتاج الهيدروجين والطاقة
المتجددة وتمويل هذه القضايا وأيضا المناخ، كيف ترى وتقيم الجهود والدور المصري في هذا المجال في السنوات الأخيرة؟ بالطبع مصر كان لها دور مهم جدا جدا في إنشاء المنظمة الخاصة بمنتجي الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط واستضافتها في مصر. الحقيقة مصر قامت بكثير من الأدوار في هذا المجال، سواء على المستوى الدولة المصرية من خلال إعطاء امتيازات استكشاف للغاز والبترول في مصر بشكل كبير جدا مع الشركات المحترمة، واللي بمقتضاه مصر أصبحت الآن من أكبر 10 دول في العالم منتجة للغاز الطبيعي، وتحولنا من الاستيراد إلى التصدير. العنصر الثاني أن القيادة المصرية عندما بنت البنية التحتية، مصر خلال 6 سنوات عملت بنية تحتية الأولى الآن في منطقة الشرق الأوسط وفي كل القارة الإفريقية، أيضا بدأت في الدخول في موضوع التنمية المستدامة بشكل جدي منذ عام 2015، واخترنا المدة الأقل. يعني احنا نعلم أن خطة التنمية المستدامة للقارة الإفريقية لغاية 2063 لظروف الدول الإفريقية، ولكن مصر رفضت أن تأخذ هذه المدة، ولكن عملت خطة التنمية المستدامة المصرية 2030، وبالتالي كان هناك إصرار، ونحن نقوم بكل جهود التنمية على مشروعات البنية التحتية، بكل جهود التنمية على مستوى تحديث التشريعات والقوانين المرتبطة بالأعمال، بكل جهود التنمية الآن في الرقمنة الاقتصاد الرقمي وخلافه، أن يكون هناك بشكل متوازي وبكل القوة أن نسير في خطى التنمية المستدامة اللي هي بتعتمد أساسا على إدارة البيئة بالشكل الذي لا يسبب أضرار لا للدولة ولا للمواطن. نعم، النسخة الحالية من مؤتمر إيجيبس لها أهمية خاصة في ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح القمة العالمية للمناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ COP27، فكيف يمكن استغلال هذا المؤتمر وهذه النسخة لتمهيد وإنجاح COP27؟ أنا هاخد الكلمة اللي قالها الممثل ذات فيه، لأن اللي أدار الجلسة الأولى الجلسة الوزارية بعد ما السيد الرئيس علق على هذه الجلسة وقال بنفس النص كده أننا يشرفني أننا دائما يكون هناك مداخلات من السيد الرئيس، لأن أنا وأنا بتكلم أنا ملاحظ أن السيد الرئيس بياخد ملاحظات أثناء الجلسة نفسها، وبالتالي كان تعليق السيد الرئيس هو تعليق موضوعي، تعليق لإنسان حريص وفاهم جيدا على موضوع المؤتمر وموضوع الجلسة، وحريص أن يخرج من المؤتمر بكل ما هو إيجابي. ليس السيد الرئيس الآن لا يتحدث باسم مصر فقط، ولكن هو يتحدث باسم القارة الإفريقية. السيد الرئيس اهتمامه بالتنمية في القارة الإفريقية، لا أعتقد أن في زعيم أفريقي قام بكل هذه الخطوات الخاصة بنشر قضايا القارة الإفريقية بشكل محترم وشكل علمي وشكل مدروس كما قام السيد الرئيس. وبالتالي في هذه المناسبة هو أرى بمنتهى الحكمة ركز في يعني عمل سبوت لايت كده أو عمل تركيز على مشاكل القارة الإفريقية بشكل كامل وبشكل عام في هذا المجال، وأعتقد أن هذا الأسلوب هو اللي بيزيد احترام الجهات العالمية للدولة المصرية وللقيادة المصرية، لأن الحقيقة إحنا الحمد لله من يسافر خارج مصر ويسمع تعليقات السياسيين ولا رجال الأعمال ولا المسؤولين ولا الخبراء عن ما يحدث في مصر يشعر بكل فخر واعتزاز، وده ما كان لا يمكن أن يحدث لولا أن هناك قيادة حكيمة واعية تماما بمصالح شعبها، مؤمنة بقدرات شعبها، وهو ده. ويمكن في هذا المؤتمر السيد الرئيس برضو أشار إلى تحمل الشعب المصري لـ3 سنوات الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهو فخور بشعبه ونحن فخورين جدا 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 بالسيد الرئيس. دكتور شريف، إذا استعرضنا بعض الأرقام الخاصة
بهذه النسخة الخامسة من مؤتمر إيجيبس، يشارك فيه حوالي 26 ألف مشارك من العديد من الدول، 25 شركة بترول عالمية ومحلية، يتضمن 73 جلسة حوارية و260 متحدث، وأكثر من 1900 بيمثلوا الشركات والمنظمات والجهات، وأكثر من 450 شركة وسبع أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر. كيف تعكس هذه الأرقام أهمية مؤتمر إيجيبس؟ هذه الأرقام باختصار شديد هي تعكس أهمية مصر. يعني أصبحت الآن مصر هي قبلة للأحداث الهامة على مستوى العالم. هذا القطاع الآن قطاع البترول والطاقة هو من أهم القطاعات زي ما احنا قلنا لارتباطه بتوفير الوقود لماكينات الإنتاج في المصانع ومحطات توليد وخلفه، في نفس الوقت لعملية التغيرات المناخية واللي هي مشكلة المشاكل في العالم كله دلوقتي. ولكن عندما يتم التنظيم بهذه القدرة الكبيرة وبهذا نقدر نقول الترتيب الرائع اللي هو يعني الحقيقة احنا يمكن عهدنا في فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا يتم تنظيم اشياء بشكل عشوائي، هناك ترتيب تنظيم، وبالتالي عندما تحدث المناسبة فهناك ترتيب، هناك جهود تمت في الماضي للترتيب لهذا الوجود، وبالتالي ده انعكس في ثقة الأرقام الكبيرة والآئلة، ده غير تغطية كل القنوات العالمية اللي هي على أعلى الكبيرة في لهذا المؤتمر، وهم في نفس الوقت يعني أنا عايز ألفت نظر سيادتك المشاهدين أنه منذ أن قبل استضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ في نوفمبر 2022 وهناك متابعة دقيقة لكل ما هو مرتبط بالبيئة ومرتبط بالمناخ ومن ضمنها طبعا ملفات الطاقة، وبالتالي ده يمثل إشادة ويمثل ثقة كبيرة جدا بالدولة المصرية قيادة وحكومة وتنظيميا. طيب دعني نستعرض جدول أعمال هذا المؤتمر هذا العام، فهو جدول أعمال موسع ومتنوع يشمل عدد من المؤتمرات الرئيسية، المؤتمر الاستراتيجي، المؤتمر الفني، قمة التمويل والاستثمار، ومؤتمر المساواة في الطاقة. إذا أردنا أن نستعرض بمزيد من التفاصيل أهمية هذه المؤتمرات التي يتضمنها نسخة هذا العام. الحقيقة أنا بأخذ أهم يعني أهم تو إيفنتس أو أهم حدثين أو أهم تو تايتل اتكلم سيادتك عنهم، هو ما هو مرتبط بالتمويل وما هو مرتبط بإدارة وتنظيم الطاقة. لأن النهاردة عندما نتحدث عن مشروعات سواء بالنسبة للمرتبطة بالطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل، وأيضا تقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية منها، ده محتاج لتمويل لمثل هذه المشروعات، وبالتالي الحقيقة ده يعني مجال موفق جدا أن يكون من ضمن أحداث هذا المؤتمر. في نفس الوقت ما هو مرتبط بإدارة مصادر الطاقة، لأن لما نقول مصادر الطاقة لازم نلفت نظر الجميع أننا الآن يجب أن يكون هناك خطة علمية عملية مدروسة للتحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، وفي نفس الوقت محاولة علاج، لأن لن يتم الاستغناء عن الوقود المحفوري أبدا أنا أعتقد لمدة على الأقل 100 سنة من دلوقتي، وبالتالي معالجة الآثار المترتبة من الانبعاثات الحرارية والكربونية من جراء استخدام هذا النوع من الوقود، أعتقد هم دول أهم نقطتين في هذا المؤتمر. نعم، في النهاية بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا على هذه المداخلة. وأيضا للمزيد من المتابعة وتحليل هذه النسخة من مؤتمر إيجيبس معنا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم مرحبا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. كيف تابعت افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض إيجيبس 2022 تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة، وكيف تابعت كلمة السيد الرئيس؟ طبعا مثل
الطاقة وأصبحت يعني إحدى القطاعات الهامة اللي تستحوذ على اهتمام، وأيضا حتى بالدولة المصرية تستحوذ على حجم كبير من الاستثمارات. يمكن مصر توسعت في مصادر الطاقة في الفترة الأخيرة، كمان إحنا بعد ما أصبحنا بالفعل الدولة المصرية كمركز إقليمي للطاقة في مجال الغاز الطبيعي وأيضا الكهرباء، مع أيضا يعني إحنا يعني الاتجاه العالمي أو إحنا بنساير الركب الاقتصادي العالمي الجديد في التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. يمكن إحنا شفنا الجلسات وتابعناها ومدى أهمية الطاقة في القارة الأفريقية، وإن في قد إيه نسبة كبيرة من الدول الأفريقية عندها عجز كبير في مصادر الطاقة أو إمدادات الطاقة، على الرغم من إن يعني في نصف إنتاج الدول الأفريقية من الطاقة يمكن بيخرج أو من البترول والغاز الطبيعي وخلافه بيخرج من القارة الأفريقية كمواد خام إلى الخارج وتستحوذ عليه شركات أجنبية. بالتالي طبعا يعني إحنا بنتكلم النهاردة على الحدث المهم اللي كان النهاردة، يمكن ومش أول نسخة بيتم بيتم تنفيذها في مصر، ولكن طبعا ده بيفتح المجال والطريق للشركات الكبرى التي تعمل في مجال الطاقة والبترول والغاز. كمان احنا في اطار جلسات مؤتمر البترول والطاقة يعني ابتدينا نطرح التجربة المصرية، وان مصر من الدول المهتمة بآليات التنمية النظيفة وآليات الحفاظ على البيئة، سواء ان احنا يعني توسعنا بشكل كبير في توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل، وايضا تحويل السيارات الى الغاز الطبيعي، وايضا تحويل محطات الطاقه الكهربائيه اللي كانت بتعمل بالسولار وخلافه والمحروقات الى الغاز الطبيعي، مع توسع الدوله المصريه في زياده انتاجها من الغاز الطبيعي. فده اكيد بيكون له انعكاساته الجيده على الاقتصاد المصري وعلى قطاع الطاقه، لانه قطاع الطاقه يعني دايما بنعتبره من القطاعات اللي قادت النمو في الدوله المصريه في فترات كثيره سابقه. يعني هذه المشاركه الواسعه من مختلف دول العالم والشركات الكبرى العالمية، كيف يمكن أن تستفيد مصر من هذه المشاركات الكبيرة والواسعة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أيضا؟ طبعا يعني هو هنا بقى الأساس، أنك أنت بتبقى في مشاركة كبيرة وواسعة من شركات كبرى وكيانات كبرى عالمية بتعمل في مجال الاستكشاف والتنقيب والبحث وايضا حتى الدراسات والاستشارات، ودي نقطة ايضا مهمة، لان انت محتاج مزيدا من الابحاث والدراسات وعمل عمليات مسح مستمر لمناطق الامتياز المصرية سواء في البحر المتوسط او البحر الاحمر. وطبعا برضه انا عايز اقول ان استخراج البترول والغاز الطبيعي حتى اللي بيبقى موجود على مسافات كبيرة ده بيبقى محتاج شركات معينة متخصصة، يعني مش اي شركة بتعمل في مجال البترول تقدر تستكشف او تقدر تستخرج الغاز الطبيعي اللي موجود في البحار او اللي موجود على اعماق كبيره. فبالتالي انت بتحاول يعني تجذب تلك الكيانات وتحاول تروج ليه الفرص الاستثماريه اللي عندك في مجال الطاقه ومجال الغاز الطبيعي. كمان انا زي ما قلت ان الطاقه يعني احنا ما يعني ابتدت الدوله المصريه تتوسع في منظور الطاقه او مفهوم الواسع للطاقه، هو ليس فقط محروقات وليس فقط بترول وغاز طبيعي وكهرباء، لكن احنا ابتدينا نبحث او نقتحم مجالات يمكن جديدة زي الهيدروجين الأخضر وخلافه. وطبعا ده المستقبل، يعني يمكن الدولة تتجه الآن إلى أو العالم عفوا يتجه إلى الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر وخلافه، ومصر طبعا من الدول المرشحة بقوة إن هي تكون مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر. نعم، في ظل بالفعل هذه التغيرات المناخية الكبيرة والأضرار التي تسببها التي نعيشها الآن، كيف يمكن الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة من أجل تحقيق وخلق حياة نظيفة، خصوصا أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف؟ أنا زي ما قلت طبعا يعني المعرض البترول اللي احنا يعني شفنا احنا الافكار والتصورات والدعم الفني اللي انت ممكن تقدمه الشركات الكبرى، لان طبعا انت محتاج توطين تكنولوجيا في القطاعات اللي من النوع ده. كمان طبعا يعني انت لازم يكون عندك في البدايه بنيه تحتيه قويه من الطاقه ومن المنشات ومن التكنولوجيا اللي لازم تبدا بيها، يعني انت في حد ادنى عندك من البنيه التحتيه علشان تبدا بيها، وبالتالي يبقى في الجزء اللي وراه انك انت تبتدي تجذب الكيانات والشركات سواء العربيه او العالميه علشان يعني نقتحم
تلك ال ال تلك التح يعني نقتحم التحدي، ان تحدي كبير عليك انك انت توصل تكنولوجيا في صناعات هامه او صناعات مرتبطه بالبيئه. يمكن يعني العالم الان يتجه نحو الطاقه النظيفه، يعني اليات الطاقه النظيفه هي اللي العالم يتجه اليها الان. كمان ابتدينا نلاحظ ان في تمويل اكثر او في سندات خضراء، سندات خضراء بتكون يعني ميسره اكثر وبتبقى الفايده بتاعتها اقل وبيبقى السداد بتاعها على مدى اطول، وبالتالي طبعا كلما توسعت في هذا القطاع كل ما يترتب عليه انك يتسهل لك تحصل على هذا التمويل المستدام. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي، ومعنا ايضا المهندس اسامه جنيدي رئيس لجنه الطاقه بجمعيه رجال الاعمال المصريه. باشمهندس اسامه مرحبا بك. اهلا وسهلا يا فندم. في البداية أهمية هذا المؤتمر ومعرض إيجيبس 2022 الذي يقام هذا العام تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة، فكيف سيضمن هذا المؤتمر إمدادات الطاقة في مصر من حيث تنفيذ الآليات وتحقيق المعايير العالمية؟ هو طبعا احنا يعني شايفين ان سياده الرئيس كان حاطط هدف واضح ان مصر تبقى مركز اقليمي للطاقه ولاعب اساسي في الاقليم، وبناء عليه حصل كثير من التطورات في قطاع الطاقه في مصر سواء في الاويل اند جاز او في مجال الكهرباء. وطبعا النهارده مصر لاعب اساسي وبتقوم بدور اساسي في الاقليم في امدادات الطاقه، سواء لو اتكلمنا على الربط الكهربي او اتكلمنا على امدادات الغاز لاوروبا وللمنطقه. كيف حقق هذا المؤتمر ايجيبس 2022 وهو في نسخته الخامسه، ما الذي تحقق في خلال النسخ الماضية وإلى أي مدى وصل الآن في ظل أيضا المشاركة الواسعة التي تحظى بها النسخة الخامسة؟ هو طبعا اهتمام الشركات العالمية كلها بالسوق المصري اهتمام واضح جدا، لأن النهاردة الشراكات ما بين الشركات المصرية والشركات العالمية أمر في غاية الأهمية لكلا الطرفين. النهارده مصر عندها فرص كبيره في افريقيا، طبعا لينا على السوق الليبي وعلى السوق السوداني وعلى كثير من الدول المحيطه بينا، وقطاع البترول اثبت كفاءه كبيره جدا. شركاتنا الكبيره كلها اثبتت كفاءه كبيره في المشروعات خارج مصر، وبالتالي الشراكة مع الشركات الأجنبية واستعراض خبراتنا وقوتنا لكل المهتمين بمجال الطاقة أمر هام جدا. عذرا للمقاطعة مهندس أسامة جنيدي، بشكرك في النهاية شكرا جزيلا رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصرية، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام.